الظواهر التي يراها الإنسان، سواء أظواهر حسنة كانت أم سيئة، لا بد وأن تكون لها جذور وأصول، هي التي تنتج الحركة وتثمر الظواهر. الظالم مهما طال به الزمن لا يهنأ بحياته، بل يكون دائما متوتر الأعصاب، قلق النفس، شارد الفكر. وهذا أول عقاب يتلقاه الظالم في محكمة عدل الله سبحانه في الدنيا، عندما يفتح المجتمع صدره واسعا للموعظة الحسنة والكلمة الطيبة لتنمو فيه بذور الإخلاص وتتكاثر، فسوف يجد نفسه تلقائيا وقد خطى خطواته الأولى نحو السعادة والتطور.